نحكي لك حكاية الذئب والصغار السبع. الذئب والصغار السبع. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك معزة لها سبع صغار يحبون اللعب دائما. وجدت الأم الجو جميلا هذا اليوم لتذهب إلى السوق، ولكنها حذرت صغارها قائلة: عليكم أن تبقوا في البيت إلى حين عودتي، لا تفتحوا الباب لأحد لأن الذئب المتوحش بالخارج. وكيف نعرف الذئب يا أمي؟ للذئب صوت أجش مثل صوت الرعد وأرجله سوداء، هل فهمتم؟ حاضر يا أمي. الآن أستطيع أن أكل الصغار بكل سهولة. هذه ماما يا صغاري، افتحوا الباب. هيا افتحوا الباب. ماما، هذه ليست ماما، إنه صوت الذئب. واعتقد الذئب أنه عندما يأكل العسل يحسن من صوته، فذهب وأكل منه. ثم عاد للصغار ثانية. أنا أمكم، عدت يا صغاري، افتحوا الباب. ماما 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 ماما، انظروا، أرجل سوداء، إنه الذئب، إنه الذئب. هيا يا أطفالي افتحوا الباب. فتح الصغار الباب ووجدوا الذئب. عمت الفوضى في المكان واختبأ كل واحد منهم في مكان. لقد حاول الصغار أن يختبئوا ولكنهم فشلوا في ذلك. لذيذ جدا. وهكذا تمكن واحدا فقط أن ينجو من الذئب. صغاري صغاري، أين أنتم؟ أمي، لقد أكلهم الذئب. اجلب لي مقصا وخيطا. وقامت الأم بفتح بطن الذئب وأنقذت صغارها، وقامت بوضع الحجارة بدلا منهم. وفي اليوم التالي استيقظ الذئب وهو يشعر بالعطش الشديد، فذهب ليشرب من البئر. لثقل وزن الحجارة، فرح الصغار وخرجوا يلعبون بأمان.